مساكم الخير شباب، يعطيكم العافيه. معكم اخوكم ابو فارس صاحب اكان فيب جيك كيو 8. اليوم راجع لكم حق جهاز اسمه مهم جدا ومن شركه مهمه، واتوقع معظمكم عارفه اللي هي شركه الفوبو. لما نقول فينسي او فينشي شنو تتذكرون؟ تتذكرون انه واحد من اوائل اجهزه فئه البود مود اللي هي نزلت بسنه 2019. في البداية انزلت الأجهزة اللي هي النوعية من الجهاز اللي هو فينشي اللي هو بطارية داخلية، وفينشي نظام التحكم بالفولت، وبعدين نزل الفينشي اكس اللي هو نظام البطارية الخارجية. حتى لحين اتذكر صورت الفيديو الخاص بفينشي اكس كان بسنة 2019، وقاعد اصوره وانا بالسيارة بألمانيا لما كنت رايح عشان اعرض نكتي اللي هي كانت بديك الايام الاي سي بليجر، وانا رايح المعرض عشان اعرض هذه النكهة بهذا المعرض، حتى صورته بالسياره على السريع. تقدرون تنزلون عندي هني بالقناه وراح تلاحظون فينشي اكس تصوير بالسياره، حتى راح تلاحظون ان الصوره انا قاعد يم كرسي السايق يمه وقاعد اصور وقاعد هذا اخذ راي الشباب اللي بالسياره وانا قاعد اسوي ريفيو حق الجهاز. حلو، بعد هالمقدمه ابو فارس ايش تبي؟ اوكي انطر علي شويه. انا شخصيا مستغرب ليش هذا المنتج اصلا نزل، وبعدين راح نكمل موضوع ثاني اللي هو شنو الفينشي اكس 2. جهاز الفينشي اكس 2 يعني هو جهاز الفينشي ابو بطارية خارجية لكن بالنسخة الجديدة. حلوة الفكرة حلوة. اوكي الفينشي هذاك سوى شغل ومن اوائل الاجهزة اللي قلنا اللي هي من فئة البود مود. رقم اثنين او النسخة الجديدة لازم يقدم لنا شيء جديد، هذا طبيعي، اي واحد فيكم راح يفكر بهذا الكلام، لكن الواقع شيء ثاني. لكن راح نخلي هالكلام بعد ما تنزلون وياي بالكلوز اب شوفوا تفاصيله وتعرفوا وياي وشوفوه، وراح اقارنه مع الجهاز القديم ونرجع نكمل السالفه مع بعض وناخذ ونعطي على موضوع جهاز الفينشي اكس 2 من شركه الفوبو. تابعوا ريفيو. وخلونا نبلش نتعرف الحين بالتفصيل على جهاز الفينشي اكس 2 بود مود من شركه الفوبو. هذا بالنسبة لي شكل الجهاز، لو تلاحظوا معاي انه عندنا صورة للجهاز مع رقم 2 اللي هو يقول لنا ان هذا الفينشي 2. وبالنسبة لي مواصفات العلبة راح تعرف بالنسبة لي لون الجهاز على الاستيكر الموجود خلف العلبة كاربون فايبر. نبطل العلبة على السريع ونشوف بالنسبة لي محتوياتها. في البداية هنا راح يبين ويانا العلبة الخاصة بالاكسسوارات اللي اتوقع راح يكون معظمها عبارة عن اللي هو مجموعة الكويلات اللي احنا نقدر نستخدمها مع الجهاز بالاضافة الى واير الشحن. نشوف مع بعض، هذا بالنسبة حق كويلين، نشوف بالنسبة حق كويلات، والله شنهم بي ام بي هذيل؟ كويلات بي ام بي صح؟ والله هم نفسهم، اتوقع هذا 015 والصفر 3، انا متذكرهم من ناحية الألوان، 015 وصفر 3 البي ام بي، هذا السيليكون، وبالآخر عندنا هني عندنا كيبل الشحن اللي هو التايب سي، وبالنهاية عندنا دليل الاستخدام. ونجم اليوم جهاز الفينشي اكس 2 من شركة الفوبو. هذا بالنسبة لي التصميم الخارجي، مثل ما عرفنا ان الفينشي اكس هو عبارة عن جهاز الفينشي لكن مع بطارية خارجية. هذا بالنسبة لي التصميم الخارجي. خلينا نشيل الاستيكر هذا عشان نشوف الشاشة بشكل اوضح. هذا بالنسبة حق الاستيكر، اطلع يلا. اوكي حلو، هذا بالنسبة حق الشاشة مثل ما احنا عارفين عندنا هني الفاير بوتن الموجب والسالب، وعندنا فتحة الشحن التايب سي، وبالنهاية عندنا هني اللي هي باب البطارية. هذا بالنسبة حق باب البطارية. اوكي حاطين هني علامة الماينس يعني معناته ان الموجب تحت. اوكي هذا مقاس 18650، ليش ما سويتوه بعد 20700 او 21700؟ مسوين ومسوين. يلا هذا بالنسبة حق بطارية ال 20700، ركبنا بالنسبة حق اقصد 18650. هذا بالنسبة حق الشكل الخاص بالجهاز، لكن الاضافة الجديدة راح تلاحظون معاي انهم زادوا ذراع التحكم الاير فلو اللي احنا شفناه مع اجهزة الدراج من قبل. لاحظوا وياي انه يتبطل بهذه الطريقة وعبارة عن فتحة واحدة كبيرة، يعني مو مجزئة مثل ما كنا نأمل او شفنا انه فعلا الفتحات المجزئة تكون افضل بتوصيل الهواء وبمروره وبسلاسته وحتى على مستوى الفليفر. طبعا عندنا فتحتين هي اوريدي تتحكم فيها من جهة لكن تسكر من الجهة الثانية. هني بالنسبة حق البود، هذا بالنسبة حق البود وماخذ تقريبا نفس التصميم اللي احنا اوريدي تعودنا عليه من ايام الفينسي، نفس طريقة المبسم، وطبعا هذا غطاء ما يتحرك او ما ينشال مثبت بالمغناطيس، لكن تغيرت القاعدة، صارت القاعدة نفس اجهزة الدراج
لكن خذت الشكل المربع. لكن الفكرة الأساسية أو التصميم الأساسي من القاعدة تركيب البود على الجهاز هي نفسها اللي احنا شفناها مع أجهزة الدراج وما بعدها. هذا بالنسبة حق البود. البود طبعا سعته 6.5 ملي والقاعدة هني تغيرت، يعني نقدر نقول انه صار عليها شوية تحسين. اوكي حلو. وبالنسبة لي فتحة التعبئة راح تلاحظون ان هي موجودة على جنب، هذه عبارة عن الربلة تتبطل، يبي لها اظافر. ايوه المسكت. هذه بالنسبة لي فتحة التعبئة لتعبئة البود. شخصيا راح استخدم واحد من الكويلات، لكن انا راح استخدم اللي هو باللون الاسود. روحوا شوفوا معي بالنسبة حق المواصفات اللي هو 0.15. راح استخدم هذا الكويل عشان اشوف شنو يقدم هذا البود، بما انه هو تقريبا ما تغير على مستوى الشكل او حتى التصميم، لكن بنشوف بنجرب شنو ممكن يقدم شيء جديد. لكن اقدر اقول لكم ان انا شوي مو متفائل ذاك الزود بحكم انه قاعد يستخدم نفس الكويلات اللي احنا استخدمناها من قبل اللي هي كويلات البي ام بي. خلوني الحين اسوي لكم مقارنه سريعه ما بين الجهازين. طبعا يتسكر من اي ناحيه، يعني قبل كنا اذا كنا بنغير من مستوى التهويه كنت يا انك تقلب الكويل اللي اقصد البود علشان يغير من مستوى التهويه، لكن هو ثابت. لكن عندنا بالنسبه لتغيير التهويه عندنا عن طريق هذا الاذراع. مقارنه سريعه مع النسخه القديمه، هذا بالنسبه حق الفينسي اكس القديم، هذا اللي تركب فيه بطاريه خارجيه. لكن شوفوا بالنسبه حق الباب كان عباره عن هذا الرينج اللي هو عن طريق الفر. وبالنسبه للشكل والحجم لاحظوا وياي، هذا بالنسبه حق الطول نفس الطول تقريبا، وتقريبا يعني في فرق بسيط على العرض او السماكه، في فرق بسيط. لكن مثل ما احنا قلنا ان احنا صار عندنا هنا في تحكم بالاير فلو عن طريق هذا الاذراع، وقبل كنا بس نتحكم بالاير فلو بهذا البود اللي هو هذه جهه مستوى اير فلو، واذا بدلت على الجهه الثانيه يصير عندك مستوى اير فلو مختلف. الحين خلونا نشوف بالنسبه حق البودز وشوفوا بالنسبه حق الاختلافات. صار في عندنا تغيير بسيط على التصميم، لاحظوا هذا بالنسبه حق التصميم القديم، لاحظوا هذا بالنسبه حق التصميم القديم، وهذا بالنسبه حق التصميم الجديد اللي هو مثل ما قلت لكم راح حق تصميم اجهزه الدراج وما بعدها. هذا بالنسبه حق القاعده، وينها؟ اوكي قاعدة مختلفة او القديمة نقدر نقول، صار في نوع من انواع التطور. ابو فارس يركب هذا البود على هذا، هذا هو قدامكم. ها يركب ولا ما يركب؟ فهمتوا قصدي؟ شوفوا الفرق ما بين طول هذا او قاعدة البود بالنسبة لتركيبها على هذا الجهاز، هو كمقاس يركب. لكن شوفوا شكله. يعني شكله راح يكون غلط، اوريدي انت اصلا ما راح تحتاج انك تركب القديم، خصوصا انهم اثنينهم يستخدمون نفس الكويلات، كويلات البي ام بي. يعني ما راح يفرق وياك اذا تركب هذا البود على الجهاز الجديد او الفينسي اكس 2 الجديد، ما راح يفرق وياك. خلونا نشغل الجهاز ونشوف شنو طريقه استخدامه. 1 2 3 4 5 ويشتغل معنا الجهاز. وهذا بالنسبه للشاشه اوريدي عارفينها ومتعودينها عليها من زمان، اوريدي نفس الشاشه نفس شريحه الجين نفس طريقه الاستخدام نفس جميع المواصفات. وقدرة هذا الجهاز توصل لغاية 80 واط، وأوريدي هو حدد لنا على 65 واط الواط المناسب لاستخدامه على هذا الكويل اللي احنا شنو قريناه 0.15. طبعا انا ما نقعته، الحين بنقع الكويل واضبط البود واعبيه ونرجع فوق ان شاء الله اسولف لكم عن خلاصة تجربتي لجهاز الفينشي اكس 2 من شركة البوبو. تعالوا معي فوق. شفتوا معي الحين جهاز الفينشي اكس 2 من شركة البوبو، تعرفتوا عليه بالنسبة حق الشكل، صار في تغيير شوي نقدر نقول النقو شوية، يعني هذاك شوي كان همجي شوية، يعني نقدر نقول ان هذا صار إليجنت بزيادة عن شكل القديم. بطارية خارجية، شحن تايب سي، قدرة الجهاز 80، بالنسبة حق البود سعته 6.5، وعندنا اذراع التحكم بالاير فلو ونفس شريحة الجين اللي احنا شفناها من اجهزة الدراج وما بعدها. اني الحين نتكلم عن النقاط اللي قلت لكم في بداية الفيديو اللي احنا بنتكلم عنها، بالاضافة الى ان الملاحظة اللي انا قلتها المفروض انه يكون في شيء جديد. قبل لا اكمل كلامي انا ابيكم الحين تكتبون بالكومنتات وانا الحين قاعد اسولف، شنو الجديد اللي شفناه في هذا الجهاز غير اذراع الاير فلو اللي احنا اصلا شفناه من جهاز الدراج وما وسلسلته والجهاز الارجوس وسلسلته، شنو جديد؟
يلا ناظركم تكتبون، بعطيكم 10 ثواني. 7 ها كتبوا كتبوا، انا ابيكم انا ناظركم تكتبون بالكومنتات شنو قدم ولا شيء. الشكل اوكي، ان صار انيق شوي اكثر عن الفنسي القديم، لكن يظل هو يعني ماكو فرق. الشريحه بالتطوير الجديد، لكن اوريدي احنا ما اشتكينا من شريحه القديم عشان يكون الجديد بالنسبه لنا شيء مميز. بالنسبه لذراع الاير فلو، انا كم جهاز، انت كمتابع وكمستهلك، كم جهاز اصلا يمكن مر عليك من شركه فوبو في هذا الذراع؟ الارجس، الارجس مو الجي تي مليون، والماكس والار والمارجس اير والمارك كلهم، والفوبو ودراغ دراغ 1 ودراغ 3 اكس بلس، كم مليون جهاز في عندهم هذه الحركه. فيعني نقدر نقول ان الشيء الوحيد المهم في هذا الجهاز هو ذراع التحكم بالاير فلو. ما انا اوريدي اتوقع معظمكم اي واحد عنده من شركه فوبو على الاقل عنده يا دراغ يا ارجس، صح ولا لا؟ فشنو الجديد؟ شنو الجديد؟ ولا شيء، ولا شيء. الباب البطاريه تغير، اوكي صار اريح، لكن مو هذا اللي انا ناطره من جهاز جديد وخصوصا من فوبو. وفوق هذا كله واهم نقطه، نفس كويلات البي ام بي، نفس الكويلات. يعني يا ريت لو كانوا مستخدمين الكويلات على الاقل، الكويلات الجديده اللي نزلت مع الدراج 3 والدراج اكس بلس، اللي هو والله نسيت شنو التي بي دي، مو متذكر شنو كان اسمها، هو حرف التي اتذكر انه كان في حرف التي بس ناسي الاسم. ذكروا الشباب اللي حافظ اسم الكويلات يكتبها تحت بالكومنتات عشان يستفيدون الشباب. فيعني حتى الكويلات الجديده ما استخدموها، يعني على الاقل خذيت لي من الدراج، خذيت لي من الارجوس، خذيت لي من ما اعرفش ايش، حطيت لي هني، يمكن اشفع لك، يمكن. ولا شيء. يعني مثل ما قريته عندي هني بالعنوان، جهاز عنوان الرئيسي هات فلوس فقط لا غير. فانا ما راح اكون، ما افكر ان ممكن في احد، ان كان موزع، ان كان صاحب محل، ان كان حتى مستهلك، راح يكون مقتنع بهذا الجهاز. يعني انت مو تقول لي اللي عدت فتره طويله، اللي مثلا فيبرز جديد، يعني مستهلك جديد مو سامع عن الفنسي، فهذا حق الفيبرز الجدد. فهمت قصدي؟ يعني انت ما مرت 5 سنوات عشان والله انزل نسخه حق المستهلكين الجدد في مجال الفيب. تو ما صار لك اقل يعني سنتين، اقل من سنتين، لان انا اتذكر الريفيو كان بشهر 11 2019، واحنا الحين 21 بشهر 5، يعني حتى سنه ونص ما مرت ذيك الفتره علشان والله اسوي جهاز يغطي، يعني مثل ما تقول اللي هو يواكب وجود ريفيورز جديده في هذا المجال. فانا بالنسبه لي ما له اي لازمه، ما له لازمه. وعلى فكره شباب، نسيت اقول لكم هالمعلومه من قبل، كان المفروض يوصلني مع اللي هو الفينشي اللي يكون بطارية داخلية، اللي هو هم 2، لكن للأسف الشحن ما كانوا موافقين انهم يرسلون أجهزة فيها بطارية داخلية، فالوحيد هذا اللي وصلني بحكم انه بطارية خارجية. فمعاي ولا قاعد أبالغ باللي أنا قاعد أقوله؟ أشوف ردكم بالكومنتات إن شاء الله. يعطيكم العافية.